صباح الخير. الشيف توفيق رزق الله رئيس الطهات بكافيه لو شوكولا سيقدم لنا اليوم احد الاطباق الايطاليه السريعه التحضير والسهله. صباح الخير شيف. صباح النور. اليوم ان شاء الله حنعمل سحر ايطالي مشهور هي البنا بوتانيسكا. البنا بوتانيسكا المقادير بتاعها يعني خلطه طماطم معجونه. صلصه طماطم. مره ثانيه شيف اشرحلي. طماطم معجونة. صلصة طماطم تقريبا كم شاف الكمية؟ يعني حنشوف لما نبدأ في الملاحق. في طماطم بيري أو طماطم مؤشرة ومطحونة. هذا يعني ممكن أن نجد هذا الأنواع بالسوق بشكل علب أو ممكن أن نحضرها في المنزل. في شرائح زيتون. نعم. دم أسود ضروري. تونة قطعة من التونة. مكرونة. هنا في ملعقة من التابل والفلفل زينة والفلفل الأسود. إذا ملعقة من سوري شوي لحظة. هنا عندنا ملعقة كزبرة. طبعا كزبرة جافة ومطحونة. فلفل أسود. فلفل أحمر. وملح. فلفل أحمر غير حار بابريكا. نعم. هنا عندنا الأوريغانو أو الزعتر البري. هنا عندنا التومة والزيت. طبعا زيت الزيتون ككل الأطباق الإيطالية. خلاص حنبدأ قليل نحط الزيت. كمية الزيت اللي استخدمتها كمية حوالي كبيرة. حوالي ربع كاس. ربع كاسة. نصف كاسة. نعم. طبعا ممكن تخفيف أو زيادة الكمية حسب. ملعقة من الثوم. وحطهم هنا على القلي. تفضل. نحضر الصوص بتاعنا بتاع المكرونة. حطينا الزيت والثومة. نصف كاس من الزيت الزيتون وملعقة من الثوم. ناخذ ملعقة طماطم صوص مع طماط بلي أو طماطم مقشور. نعم. حوالي 200 جرام. حوالي نصف كاس 200 جرام تقريبا. أزيد شوية من نصف كاس. حوالي 3/4 من الكاس. خليهم يتقلوا. في نفس الوقت عندنا المية بتاع المكرونة. نخلي المكرونة تتزايد في نفس الوقت. ناخد شوية من الفلفل الأسود نصف ملعقة. نتابل نفس الشيء أو الكزبرة الجافة إضافة إلى الأحمر أو البابريكا ونفس الشيء بالنسبة للملح وقليل من الملح مع العجينة مع المكرونة. دائما لزيت الزيتون رائحة شهية جدا شيف. طبعا. كده نلقى الصلصة بدأت تجهز. نضيف قليل من الماء حوالي ربع كاس. نحط الأوريغانو بتاعنا بس ملعقة طبعا الزعتر البري. نعم. شموا فيه النكهة الرائحة كيف بدأت تفوح. خليت شوية المكرونة.
حوالي ملعقتين زيتون، في نفس الوقت نضيف التونة حوالي ملعقتين، اوكي. هنا الصلصه بتاعنا جهزت ريدي، المكرونه اشوفوا كيف جاهزه. شيف، هناك الكثير من السيدات اللي عاده بيلتصق معهم المكرونه، هنوريهم كيف الطريقه اللي ما ان شاء الله ما حتلتصقهم بالبطاطا. خلاص خلاص المكرونه بتاعنا نصفيها. كنت سألتني ليش المكرونة بتعجن؟ صحيح اللي ما هي عملية سهلة جدا، لما نصفي المكرونة على طول بنصب عليها شوية مية باردة بس ما تعجن المكرونة. لما نصبها هي اللي تعجن المكرونة هي الحرارة بتاع المية السخنة، لما تكب عليها مية باردة على طول بعد ما تصفيها ما حتلصق معنا. إذا هذا سر جديد من أسرار الشيف توفيق. خلاص حطينا المكرونة صفيناها، بنحط الصوص بتاعنا. الشيف كيف اشرح لي؟ حط الصوص بتاعنا بالطريقة هذه ونخلط. في بعض الناس اللي يحبوا الصوص زيادة، كل واحد يحط بطريقة الصوص اللي يحبها. كده خلي تكون كله جاهز، بنقدمه بالطريقة هذه. عادة شيف كل مكونات هذا الطبق تكون متوفرة بالمنزل. استوفى استوفى كيف هناك؟ بعد ما حطيناها الصحن بتاعها نحط قطع من الزيتون بالطريقة هذه، قليل من التونة. طبعا التونة صفيناه بشكل جيد جدا من الزيت. نحط شوية جبنة، جبنة البارميزان الإيطالية. نعم، كده الصحن بتاعنا يكون جاهز. طبعا سريع جدا وشهي. شكرا شيف.